لونتروتيان دومبوش هي المرحله الوحيده اللي ما يقدر يديرها بلاصتك حتى واحد، حيت السي في ولا ريشيرش دومبلوا تقدر ديليغيهم، مي لونتروتيان دومبوش خصك تكون انت. Le mot entretien qui est entre. Donc, un entretien, c'est un échange entre deux personnes au plus, pour que nous puissions un résultat ou un compromis. On te fait mot, واش انت كشركه عجبتيني واش انا ككونديدا عجبتك. ولكن الاغلبيه ديال الناس اللي كيمشيو يدوزوا لي زونتروتيان كيتعاملوا معاه على اساس انه ان انتيروغاتوار، واحد تيسولني وانا نجاوب وما خصنيش نغلط. داكشي علاش لا بريسيون كتطلع، داكشي علاش لا كونفيونس تتهبط، اي دوكو بعد مرات كنوجد 100% وكنخرج غير 10%. دير في بالك بان اول واحد تيدوز لك لونتروتيان هو انت. دونك الا ما فاليديتيش راسك براسك هنا قبل ما تمشي لونتروتيان، فاش غتمشي لونتروتيان لو ريكروتور غيشوف كيف ما انت فاليديتي راسك. لان فاش كتكون خدمتو انه يدوز لي زونتروتيان، تتبان ليه في عينيك، في حركاتك، في الطريقه ديالك، في الهضره، في الصوت ديالك، واش انت تايق في داكشي اللي كتقول او لا ما تايقش، واش انت كتقول الحقيقه او لا كتكذب. الفكره هنا ان كاينين اسئله، والاغلبيه ديال هاد الاسئله اللي غيطرح عليك لو ريكروتور انت ديجا عارفهم او لا تقدر تلقاهم سيغ انترنيت. فين كنتي عارف الاسئله وما وجدتيش الاجوبه مالك؟ والاجوبه اللي خصني نوجد خصها تكون ديالي، حيت الاغلبيه ديال الاسئله اللي غادي يسولك عليك انت. فالا كنتي كتمشي تسول الناس شنو هو الجواب الصحيح لكل سؤال، فكون على يقين انك غتقول الجواب اللي كيقولوا الناس كاملين، اي لو ريكروتور غتبان ليه انك تتكذب او لا انك ماشي اوثنتيك، او لا حتى الا ما بنتيش انك ماشي اوثنتيك غادي يتعمق معك في داك السؤال وغادي يبان له من بعد ان الجواب ماشي ديالك. في الفيديوهات الجايه غادي نهضروا على كل سؤال شنو النيه ديال لو ريكروتور منه وشنو بغى يعرف منك وشنو هي احسن طريقه باش تجاوب، ماشي شنو هو الجواب الصحيح. اليوم غادي نهضروا غير غروسو مودو كيفاش نتعاملوا مع لا سيتوياسيون دونتروتيان. فالا ديجا وجدتي الاجوبه فانت كتوفر على راسك المجهود الذهني اللي غادي تحطو باش تبقى تقلب كل مره الجواب فاش كيجيك السؤال. فالا وجدتي انت 60-70% ديال الاسئله وجاوك 20-30% ديال الاسئله الجديده، فكتعامل معاهم باريحيه اكثر وكتقدر تركز على الجانب الثاني والمهم اللي هو لو نون فيربال. فلو ريكروتور قبل ما تيسمعك تيشوفك، تيشوف اللباس ديالك، تيشوف حركاتك، تيشوف كيفاش تتمشى وانت داخل عنده البيرو. دونك كاين دي ديتاي اللي خصكم تردوا ليهم البال. اول حاجه نجي في الوقت، ثاني حاجه نجي لابس بطريقه اللي بروفيسيونيل وعندها علاقه بالمهنه اللي كندير. كيف ما لو ريكروتور تيشوفك فهو تيشمك، اي دوكو لا كومونيكاسيون ديالك من خلال الرائحه ديالك كتكون مهمه، سورتو الا كانت القاعه صغيره والريحه ديالك لا تطاق، فغيولي باغي غير وقتاش يتفك منك. دون ان انتروتيان دومبوش il ne s'agit pas de répondre aux questions, il s'agit de séduire le recruteur. Et pour séduire quelqu'un tu dois présenter ce que tu as à présenter, ماشي بطريقتك انت، بطريقته هو، حيت المعلومات ديالك، ولكن الطريقه ديالو، حيت انت ما جايش باش تقنع راسك، انت جاي باش تقنعو هو. وهنا غنعطي مثال ديال جوج حوايج يقدروا يبانوا لكم صغيرين ولكن عندهم اهميه كبيره في تواصلك مع لو ريكروتور. كاين واحد النوع ديال لي ريكروتور اللي غيطول معاك في لابارتي فورماسيون، حيت المهم بالنسبه له هو التكوين الاكاديمي. النوع الثاني غادي يتعمق معاك اكثر في الاكسبيريونس، حيت بالنسبه له الحرفه هي اللي مهمه. والنوع الثالث غادي يركز لك على شخصيتك بزاف، حيت بالنسبه له داكشي الاخر كامل تقدر تعلمه، ولكن شكون انت، واش شخصيتك صالحه لهذا البوست او با. الحاجه الثانيه هو ان كاين واحد النوع ديال الناس ما عندهمش مشكل تيشوفوا في العين، واحد النوع ديال الناس كيديرونجيهم الشوفه في العين، دونك تيحاولوا يهربوا الشوفه ديالهم فاش تيكونوا تيتواصلوا معاك. انت خصك ترد البال الاخر اللي هو لو ريكروتور، واش من النوع اللي كيشوف لك في عينيك، فالا شفتي له في عينه غتكون كومباتيبيليتي، الا حاولتي كتبعد لعينيك كتبان له بانك tu lui manque de respect. او الا كان العكس، هو ما تيركش لك في عينيك تيشوف فيك ومره مره تيهرب عينه وانت بقيتي كتشوف له في عينه وما خليتيش ليه مساحه، فكيعتبر انك كديرونجيه في التواصل. حنا كاملين تنقلبوا في الناس الاخرين على داكشي اللي كيشبه لينا، فغتحاول في لونتروتيان انك تشبه لو ريكروتور في طريقته في التواصل باش تجيه انك قريب ليه، باش اجوبتك دوز من ان فيلتر بوزيتيف. حيت تقدر تجاوب الاجوبه كامله صحيحه وفي الاخر ما تعجبوش، وتقدر تجاوب ماشي كاع الاجوبه صحيحه وما تكونش تايق في راسك بزاف ويكونوا عندك دي فايف لي ريبونس ديالك، ويقدر يقبلك لان بيرسون ني بارفي. اي لو ريكروتور ما جايش باش يقلب على لو كونديدا بارفي، جاي يقلب على لو كونديدا اديكوا بور لو بوست. موضوع طويل وشيق، ولكن باش الفيديو يبقى قصير وخفيف وظريف غادي نحبسو هنايا، وغادي نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله باش نكمل لكم الهضره على لونتروتيان دومبوش. السلام عليكم. نسيت ما قلت لكمش، هادي شهر ونص تقريبا وانا كنخدم مع ان جروب
les tqidou la formation ديال les techniques de recherche d'emploi اللي هي une formation vidéo en ligne اللي تقدروا تتبعوها وقتاش ما بغيتوا بالريتم ديالكم وقربنا نساليو لو بروغرام وغادي نبداو une nouvelle promotion غادي ندخلو باش تعرفوا plus de détails على هذا البروغرام دو فورماسيون كليكيو على لو لين غتلقاو ان جروب اللي تقدروا تاجوتيو راسكم فيه وغادي تفرجوا في لا فيديو اللي كتشرح لكم en détail le programme.